يقول سائل آخر: في صلاة الليل قمت إلى الركعة الثالثة وتذكرت بعد قراءة الفاتحة، فهل أكمل ركعة رابعة أم أجلس وأسلم؟ يعني ثالثة، ما يجوز تكمل ثالثة، لأن صلاة نعم. الليل مثنى مثنى، إذا قمت إلى ثالثة فإنك تجلس ولو شرعت بالفاتحة، تجلس نعم بارك الله، وتأتي بالتشهد وتسلم، تسجد للسهو، تسجد للسهو قبل أو بعد السلام. نعم.